هما البنات والخوت والخواتات اللي معايا في لاشين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عاوتاني معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا الشباكيه، غنصاوبوا واحد الكيلو ديال الشباكيه، المهم غير الباروك، وهذا ان شاء الله ندوزوها معاكم وتشوفوها. المهم هيا ماما معايا غادي تقول لكم المقادير. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ تكونوا فرحانين باش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم غنصايبوا الشباكيه انا وفاطمه الزهراء. غنبداو بالنواشف. عندنا كاس ديال الجلجلان مطحون ومغربل مزيان. بعدا اولا كيلو ديال الطحين ديال الفرس الماركه مزيانه، تنغربلوه، نزيدو عليه كاس ديال الجلجلان مغربل، النار معمره مزيان، حيت الجلجلان مقرمل و مصهده. وهاد شويه ديال اللوز كاس صغير، تا هو مطحون ومغربل، ضروري تغرب ليه باش ما يقطعش الشباكي، خصو يكون بودر رقيق. وعندنا هنايا حبه حلاوه، غندير معلقه كبيره بحال هكا. ها شتي حبه حلاوه والنافع مقرملاهم ولا غير مصهداهم؟ تا هما وطحناهم ومغربلاهم، معلقه النافع كي بحال هكا كبيره، كتنسمي الشباكيه ضروري. او معايا القد القرفه. ها وعندنا المسكه الحره، تندير طحناها مع السنيده معلقه. ها راه ماشي هذه كامله معلقه ديال المسكه الحره، راه معاها سنيده. ها السنيده هذه خماره 7 غرام. دابا غنخلطوا النواشف مزيان، وغندير واحد القبيصه ديال الملح ضروري. ضروري قبيصه ديال الملح عندك. نخلطوه مزيان مع الطحين. دابا بعد ما خلطت النواشف غادي دير الزبده. الزبده هي ذوبتها وحيدت منها داك اللبن اللي تيكون فيها. طيبوها مزيان وتحيدوا منها داك تبقى الزبده بوحدها. عبروا بالكاس ديال العنب، هذا كاس ديال الزيت العاديه، انا البلديه كاع ما تنديرها باش ما تجيش الريحه فيها الريحه وهذا عندنا مزهر، كاس ديال المزهر، ودرت فيه الزعفران الحر. تطلق الصفوريه شتي. عندنا 4 كاس ديال الخل، هذا ما دافي شويه غنعجن به، تنخلط بعد هادشي. وعاد البيض ما تنديروش، تيدير الكشكوشه تي من تكوني تقلي تيخسر لك القليان، تبقى تفيض. صح هادي بالتجربه صراحه، جربناها بالبيض تمحنك في القليان تيبقى يطلع الكشكوشه. اللهم من الاحسن بلاش العجينه تكون قاصحه خفيفه. لا قاصحه شويه، الا درتيها خفيفه ملي تتقليها تجي قاصحه، فانت تشبكيها وتقليها تجي قاصحه، ولا خليتي العجينه قاصحه العكس، العكس تجيك هشيشه في الماكله. داكشي بالعكس، حتى ملي كتبغي تقاديها ما كتوحليش معاها، ما تتوحليش معاها. المهم هي غادي تعجن ونكمل بالماء. وتكمل بالماء ونعاودو نطلاقها. هنايا هي مرتاحه الميكا، دابا تنسرحها. دابا غندير لها هكا ضروري من هذا الشيء باش تجي مجعبه. ها شتي مجعبه ملي تتقليها تجي مورقه، تتجعب في العسل تتورق، حيت كاين اللي ما يفهمش شنو هي كتجعب، يعني كتورق تتجعب تتخشى فيها العسل، فهمتي؟ ملي تتقليها وتطفيها في العسل تيدخل، كيكونوا بحال الورقات هذوك تكون ندير لها بحال هكا بحال هكا وتطويها بحال هكا. هاد الطيات هما اللي ملي تتقطعيها بحال اللي تيبقاو فيها تيتخشى العسل. ها انتي دابا ها هي سرحناها، كاين اللي ما يديرش هاد المرحله. ها دابا عاد ملي غادي ترتاح غادي نطلقوها، فهمتي؟ ما بسطنا العجينه، ها انتوما المرشم اللي راكم عارفينو. ها الشكل اللي كندير هو هذا، كنجمعوه من الجنيبات، ها انتوما على قوت الله كبار. ها نتوما كيفاش كنديرها البنات والعيالات وكاع الناس اللي كيشوفوا فيا. كناخذ الاولاني
كنحطو بهذه الطريقه على الثالث، ماشي كنقلبو هكا، وانما كنحطو هكا، كنحطها هكا. هذا كيبقى هذا الثاني بقى خارج. كناخذ هاد الجوج هادو، كنحيد هاد الرابع، كنهبطو وكناخذو وكنحطو، كنحط هاد الجوج على الاخراني بهذه الطريقه. كيبقاو ليا هنايا ثلاثه، وبقاو ليا هنا هانتوما، بقاو ليا لتحت جوج. هاد الجوج غنشدهم بيديا بحال هكا، شفتو؟ كناخد هاد الراس مع هاد الراس، وكنجمعهم كنبرك عليهم، كنحطها فوق طاولة العمل بحال هكا، وكنضغط على الجنيبات، كنحاول نقاد هاد الجوج مع هاد الثلاثة، كنحصل على، نعاود معاكم، كناخد الاولى كنطلق الثانيه، الاولى كنحطها بهذه الطريقه على الثالثه، كناخد هاد الجوج، كنحيد الرابعه حتى هي نهبطها، ناخد هاد الجوج كنحطهم بهذه الطريقه على الاخرى، كيبقاو عندي هنا ثلاثه، وهنا كيبقاو عندي جوج. هاد الجوج كنحط واحد على واحد بحال هكا، هنا جوج وهنا ثلاثه، كنشد هاد الثلاثه بصبعي هكا، كيبقاو ليا هاد الرويصات، هاد الراس مع هاد الراس، كنجمعهم مزيان، تبركي عليهم مزيان، شفتو كيفاش؟ هاد الراس مع هاد، تبركي عليهم مزيان وتحطيها بهاد الطريقة، كتقادي وتجمعي هاد الرويصات. أنا كنحماق على الشباكية تكون صغيرة، أنا ما تناكلهاش البنات، ولكن كتعجبني تكون صغيرة. صافي، هذا هو الشكل كما كتشوفو، ماما تا هي كتقادها. هكا ملي جات كادي تتقطعها، ولا كتقطعيها بالجرارة ولا بالموس، ماشي مشكل. شوفوا الزعفران كيفاش بقى كيبان، كتجي زوينة. غنكملو، كنتمنى تكون الأمور واضحة. هاب شوية ماما باش يفهمو. ديري هاد الراس مع هاد الراس، تبركي عليه باش ما يتحلش، تديري لها هكا، كتجمعي الجنيبات، تحاولي انك ماشي تجمعيها الوسط، تحاولي انك ملي تجمعي الجناب جبديها عندك ماما. ها حتى دابا انا ليك، انا اللي كنعلم ماما، تخيلوا، ماشي ماما اللي كتعلمني، انا اللي كنعلمها. صافي، غادي نكملوا الشباكيه ديالنا. ديجا حنا درنا غير كيلو راه دغيا نساليو، وصافي وننتقلوا باش نقليوها ان شاء الله ونطيبوها على قوة الله. نقليو الشباكيه، يلا ماما بدا. هانتوما تشوفوا درنا العسل تسخن، تنقصي البوطه شويه صافي، تحطيها. شتي حيت كون درت فيها البيض كون راه تكشكش، دابا ما دايرهش البيض، ما تتكشكش، تجي مزيانه. كنتمنى الله تعجب المشاهدين ديالك فاطمه الزهراء. ملي كتكشكش راه عرفتي كيبدا هادشي كيفايض، تيفاض الزيت. دابا ما تديرش كشكوش وما كتحلش، لا المهم ما تتحلش. هانتوما هي الغزالات، شوفوا هاد الشبيكه راه زوينه صراحه. هاهي مريم، انا طيبت واحد القليه درتها في العسل، شتي العسل خاصو يكون ثقيل باش يلصق على الشباكيه، الا كان خفيف تيخسرها. العسل ديال السنيده كيجي غزال، كيجي غزال تبارك الله. السنيده ولا السكر اللي بغا يديري، اللي عنده شي حاجه تيديرها، داكشي على حساب. خصها شحال خصها تبقى في، خليها في العسل مزيان بين ما تقليت هاد القليه باش كتشرب، باش تشرب عاوتاني ملي تتبرد ديريها فشي حاجه، عسليها هي بارده، عسليها باش تلصق عليها العسل. دابا نويها بالفرشيطه تحاولي عليها، تتنقصي البوطه باش تطيب، تطيب مزيان. لا زيتي البوطه، لا زيتي في البوطه تتشوطها من الفوق تتبقى خضرا، غتديريها في العسل تتولي دايبه وتهرس. خاصك طيب على خاطرها باش تبقى هابطه في راسها. وهذا الشيء اللي كاين المشاهدين، تنتمنوا من الله يعجبكم هذا الفيديو. احنا شاركنا معكم هذا الشيء القليل ديال الشباكيه، هذا الشيء اللي كاين. شنو مازال تشاركي معهم؟ البريوه، قلتي بغيتي بريوه، غنديروها بالكاوكاو. اللوز غالي غالي، ما نقدروا نشريوها بنتي، غالي. ديروها كاوكاو بعدا نص كيلو صافي ان شاء الله. الورقه اللي ما
عرفتش واش كيبيعوها ولا نصاوبوها الورقه، راه نشوفوا شي حد تيبيعها وناخذوها. تتبري وتصبغي الورقه زوينه ماشي بحال ديال يلا حنا نكملوا ان شاء الله نرجعوا باش نوريوكم الشكل النهائي ديالها. بعد ما وجدات ها هو الشكل ديالها، كيجي زوين بصراحه، كتجي زوينه البنات. نتمنى انها تعجبكم هانتوما. المنيضره ديالها غزال وسهله ولذيذه وهشيشه، خصكم غير تجربوها. المهم هذه هي الكميه اللي صوبنا، نتمنى من الله ان الشبكيه ديال ماما تعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. تهلاو ليا بزاف فريوسكم، وبسلامه عليكم. هاد السعانه كل الوحيده، يلا باي باي.